كلها وحياته يوميات شعيبة مواقف غريبة طرائف غريبة ضحكوا عليها فالزمان. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، نحييكم مرة أخرى في برنامجنا اليومي أخبار يوميات شعيبة. اليوم سوف نتكلم ومعنا كذلك على الهواء الناطق الذي سوف يكلمنا في موضوع خطير جدا. الموضوع هو بطالي، البطالة وأكبر بطالي في العالم سوف يتكلم معنا ماذا يعيش في حالته هذه البطالية. حكم بطالي كان بطالي لي سافودير هو لولي في كتنعس، يعني البطالي ديما نعس. شحال نقول لكم اخوتي، تقريبا كل نهار تنقرا 24 جريده وكنصوب 24 مكروازي، حيت انا مكروازي ليبرا. تقريبا خوكم نيجا ريفو لي من فرنسا وانا مريح بطالي. هذه الدكتوره عندكم ما تيقونيش تحقروني، عندي الدكتوره في الراحه، الدكتوره في العلم الراحه، علم تبيطاليات، علم النعاس، علم ما كاين ما يدار. ودابا خوكم لقى خدمه، لقيتها هاد الخدمه اللي لقيت هي ما كاين ما يدار. كل نهار فقنت ولكن بلاصتي ما توضراتش، هي هادي معروف تخراج لي موكروازي، فيما تشد شي جورنال تقرا كتلقى فيه مخربق بستيلو عرف مسيو بيطالي هو اللي خدام. واش غنقول لكم؟ علاش ضحكت هاد الضحكات بثلاثة؟ حيت راضي بتابيطالية ديالي، وكنتمنى جيسبيغ كو مسيو لو اللي كتعرفوه انتوما يكون كيسمعني مباشرة، ويخرج من البرلمان ويتجي لعندي ويقول لي حرام بحال كيضيع عندو الدكتوراه ديال البطاله وجا من فرنسا وباقي جالس في القهوه. شي مهرسه اخويا ولا كحيحلة. لا تقول هذا، الحكومه مالها، مال الحكومه؟ الحكومه تتغير، تاتي اخرى. على اي حال سوف نودع جمهورنا المشاهد الكريم في حلقه قادمه من يوميات شعيبه. إلى اللقاء. يوميات شعيبة مواقف غريبة طرائف غريبة.